عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. غادي نديرو بلا مونتاج. اليوم غادي نهضروا على الفضيحه ديال الوداد البيضاوي. الصراحه ماشي فضيحه ديال كره القدم الوطنيه، بعد ما خسروا في كازا بجوج لزيرو اليوم كيخسروا بواحد الطريقه اللي مدله القميص ديال الوداد ومدله اللاعب المغربي. ملي كنشوفوا هذا النيفو ديال اليوم فاش خسروا بثلاثه لواحد بطريقه اللي ما عجبتش اي مغربي، بلا ما يقولك شي واحد لا انا شجعت الوداد انا شجعت هذا، الصراحه اليوم اي مغربي غادي يحس بالذل ويحس بانه تقاس في هذا الماتش. هذا ثلاثه لواحد بهذه الطريقه اللي ما عجبت حتى شي واحد، لعابه دون المستوى، كنقولها وكنتحمل المسؤوليه، لعابه دون المستوى. ملي كتشوف لعاب كيدي ويجي في الديفونس ديال الوداد، داهو جابو كانه جايبينو من الشارع. كما قال داك الودادي، كون جبنا لعابه في البحر كون داروا حسن من هكا. كتشوف لعابه اللي نقدر انا نقول لكم رايي الشخصي ثلاثه اللي يقدروا انهم يبقاو في الوداد ويقدروا اننا نقولوا يستحقوا حمل القميص ديال الوداد البيضاوي، هما الحارس التقناوتي والحداد وكمارة. الباقي يمكن لكم تجمعوهم كاملين وتديهم الاقرب موقف باش يضربوا الصندوق على كتفهم، باش يعرفوا شكون هو انك كتمشي كتمثل واحد الشعب، شكون هو انك كتمثل واحد الجمهور كبير، شكون هو انك كتمثل المغاربه كاملين، وكتمشي كتخسر بديك الطريقه اللي دلات المغاربه. نرجعوا قبل من هذا الشيء، الغلط اللي دارته الاداره ديال الوداد هي انها ما قيداتش داري في لا ليست. هذا هو غلط كبير. زعما كون كان داري يقدر انه على الاقل بعدا ينفس لك واحد البوست. كما كنشوفوا شفنا الهدف الاول، نحللوا دابا المقابله بعقلانيه، شفنا الهدف الاول، نكونوا صريحين ان الهدف تسلل ما كاينش، اذا الهدف شرعي. لكن في كاين المشكل، كاين المشكل في المساعد ديال الحكم اللي رفع الرايه، والفيفا قالت لهم فاش خرج الفار، قالت لهم خص الحكم ما يتسرعش يرفع الرايه حتى تفوت لاكسيون، تفوت الهجمه، باش نعرفوا واش يمكن لنا نخليو اتاحه الفرصه، واش يمكن لنا نلقاو لورجو، واش يمكن. يعني قالت لهم ما تسرعوش، وهذا الحكم دار العكس انه رفع الرايه. وملي كترفع الرايه كيشوفكم لاعب، كيشوفك ديفونسور، كيشوف غارديان، يقدر انه يوقف في ديك لاكسيون. بعد ما يشوف الرايه يقدر يقول الحكم راه هز الرايه. والغريب في الامر ان هذا الحكم واخا هز المساعد ديالو الرايه والطاقم ديال الوداد كيغوتي كيقول ليه راه هز الرايه، مشى هو للفار باش يشوف اش باغي تشوف في الفار. انت وقفتي لاكسيون، انت الحكم ديال المساعد ديالك رفع الرايه. هذا هو الغريب، علاش لي ماتش ديال الوداد بوحدهم كيوقعوا فيهم ديما فضائح تحكيميه، ما عرفناش علاش. نرجعوا للعابه ديال الوداد. اللعاب ملي كتسمع لعاب، ملي كتسمع لعاب اش كيجي للاذهان ديالك؟ لعاب بمعنى الكلمه، لعاب واقف، لي ميسكل ديالو كاينين، صحته هي هذيك ديال اللعاب. ملي كنشوفوا اللعابه ديال الاهلي كنشوفهم واقفين، الصدر هو هذاك لاطاي ديال اللعاب. ملي كنجيو ديال المغاربه كتشوف الكرتي كتافو مجموعين هكا، كتشوف الحسوني كتافو مجموعين، باش بغيتو تلعبوا كره؟ يعني ماشي جسد ديال اللعاب انك غادي تريني على الرجلين والفوق غادي تخليه للشيشه وتخليه من هذا، والاذهان ديالكم اش فيها؟ الاذهان ديالكم فيه غير المنحه. شحال غادي يعطيونا في هذا الماتش؟ هذا شحال غادي يعطيونا في الماتش الفايت؟ اما باش تبني صحتك باش تولي لعاب بمعنى الكلمه، ملي كتقول كريستيانو كتقول الهيئه ديال اللعاب بنا صحته، انتوما لا، انتوما كتشوفوا. نعطيكم مثال، اغاي ديال الاهلي ملي كيوقف على كره حتى شي واحد ما كيقدر يحركو من الكره، هذيك هي القلده ديال اللعاب. دوك هما الافارقه اللي نقدروا نشريو. اللعابه ديالنا كتافهم مجموعين، شفنا كيفاش الديفونسور ديالنا داه وجابوا الاخر كما بغاو مركا الهدف. هذاك عيب وعار جابين هاد اللاعبين اللي طيحوا ومربطوا وجوه المغاربه في الارض. ملي كنشوفوا لي باج ديالهم واش كيكتبوا تما، كنعرفنا النيفو ديال المغاربه هكا، كون صيفطنا طنطا اهانه للمغاربه، هذيك اهانه. بحال اللي كيقول لك الدوري ديالكم والفروق ديالكم الرجاء والوداد ضعاف، حنا بغينا نبينوا العكس، ولكن مع من؟ مع هاد اللعاب هادو. والنقطه اللي اهانه لاي مغربي هي الشونج ديال الغارديان ديالنا. واش حسيتوا بهاد الاهانه؟ هذيك هي الاهانه اللي مثلا كانهم كيلعبوا ماتش ودي، عرفتي شكون هو يشونجيو الغارديان؟ راه اهانه هذيك في ماتش ديال نصف النهائي ابطال افريقيا وشونجيو لك الغارديان، هذيك اهانه للمغاربه. ولاني مع اللعابه بحال هادو اللي خصهم الموقف انهم يمشيو يخدموا باش يعرفوا الرجله فين كاينه، يعرفوا الناس اللي تابعينهم، يعرفوا شحال من مغربي كيحرق دمو وراء اغلبيه شاد التليفون كونيكسيون، كاين اللي داير 5 دراهم 10 دراهم كونيكسيون باش يتفرج في الماتش.
ما عندوش في التلفازه ما كاينش بين سبور وحضر التجوال وعمرين الكونيكسيون باش يتفرجوا باش يشجعوكم لانكم كتمثلوا المغاربه. للاسف ان داكشي اللي شفنا اليوم ما عجبناش وكنتمنوا الرجاء البيضاوي تاهل هي وتغلب الزمالك وتردنا التأر من الاهلي المصري وكنتمنوا ان بركان غدا تدي الكاس باش تخرجوا من هذه الاجواء المشحونه. بغيت نقول لكم ان بركان كيلعبوا فيها 3 ولا 4 ديال اللاعبين من الراشديه حدانا هنا، هذا ميساج للبركنا، بغينا الكاس نحيدوه للمصريين في ذاك النهائي وبغينا الرجاء تاهل. اما اللعابه ديال اليوم اللي شفنا راه دون المستوى، وبغيت نرجع للياقه البدنيه المعد البدني ديال الوداد البيضاوي تحت الصفر، لان شفناهم بعد ما مرات 20 دقيقه كلشي جبد لسانه كلشي كيلهت. واش هادوك هذيك هي اللياقه البدنيه؟ ما تقوليش ان لي ماتش ولا ان البطولات تعطلات ولا ان مقابلات اللي قبل ديال الفتح الرباطي وديال هذا، ما تقول لي داك الشيء. راه في اوروبا كيلعبوا ماتش 3 ايام ماتش طول الموسم، قليل فاش كيتوقفوا، قليل قليل السيمانه فاش ما كيلعبوش الشامبيونز ليغ وما يلعبوش الليغا، وتجي انت تقول لي لا راه لي ماتش كثار عندهم راه ما تاجلوش راه هادي وهادي. المهم بغيت نوصل لكم ان حتى اللياقه البدنيه لعبت واحد الدور كبير. شفنا الاهلي كيفاش صاير 90 دقيقه ديالو ويقدر انه يزيد 90 دقيقه اخرى. الوداد من 20 دقيقه الاولى صافي تلقوا لسانهم صافي عياو. والنقطه الاخرى انهم للاسف انهم كيلعبوا كواري طوال لعند اوك، زعما لعبوا الاولى ضاعت الجوجه الثالثه الخامسه العاشره ومازال زعما لا اداره تقنيه لا مدرب شاف داكشي يقول لهم اش هادشي يلعبوا كواري في الارض ولا يبدل هذا. اش كنتسناو من اوك؟ دا نلعبوا ليه كواري طوال كاملين. واش اوك هو نيمار انه غادي تجي ليه كواري طوال وينزلها وصدرو ويزيدو يمركي؟ هذا هو المشكل، اننا كنديروا الغلط وكنبقاو غاديين فيه، ما كاينش اللي كينبه ما كاينش اللي كيقول لهم راه غلط هذاك. هذه من جهه، من جهه اخرى الحداد كنشوفوه في البطوله مع الاظهره ديال الفرق ديال البطوله كيفاش انه كيسبق كره كيجري حتى شي واحد ما كيشد، يعني انه كيبان مسفلي انه مزيان انه هذا كاين اللي لقبوا بالعداء. ملي جا مع الاهلي شفنا الفرق الشاسع، ملي جا مع الاهلي كيحاول انه يدير داكشي اللي كيدير في البطوله كيبقى غادي معاه ديال الاهلي كيكاليه كيدير الكره كيخلي الحداد الله يعاونك الحداد. شفنا الفرق الحداد ملي كيوقع عليه هكاك كيدور عند الحكم، ايه وصحابك الحكم ديال البطوله هذا جمع راسك الشريف لعب معنا كره كتمثل واحد القميص وكتلبس واحد القميص اللي كيمثل واحد الفريق عريق اللي هو الوداد البيضاوي. فرق عريقه بحال الوداد وبحال الرجاء وبحال الجيش بحال الماس بحال كاع دوك الفرق العريقه راه عيب وعار انهم بدا يجيبوا لعابه دون المستوى ويطلقوا اللعابه الزوينين. شفنا كيفاش طلقوا بن شرقي، كيفاش طلقوا النجم، كيفاش طلقوا الناهيري، نتوما كتطلقوا اللعابه الزوينين اللعابه اللي في المستوى اللي تقدروا انكم تجيبوا بهم القاب وكتخليوا التخت كتخليو التخت كنقولها كتخليو التخت وكتوهموا الجماهير اللي كيضحيو بفلوسهم كيضحيو بوقتهم وبمالهم كتوهموا كنقول لهم راه ممكن اننا نجيبوا الالقاب. تبان اللي غادي تجيبوا بدوك اللعابه، ما عندكم ما تجيبوا بدوك اللعابه. وصلنا اخر هذا الفيديو، بغيتكم تعطيونا الاراء ديالكم في لي كومونتير كيهمونا بزاف. الا قلنا هكا راه غير حرقه على القميص الوطني وعلى البلد ديالنا. السلام عليكم.